وجي معدنا مع واحدة من أكتر الفقرات اللي بستناها الحقيقة، فقرة التستسترونوميتر. هنختار أجدع وأرجل من فيك يا دراما. يا ترى مين اللي وقع عليه الاختيار النهاردة في الحلقة؟ أحمد العوضي، ألف مبروك يا فنان، ألف مبروك يا أحمد العوضي. أنا عارف إن القطرة بتقوي القلب، لكن الغجومية تجيب لك سكتة. والتدخين مضر بالصحة، والعسل مغذي، والقطار سريع. يا ابني أنت مجنون، تعرف أنت بتكلم مين؟ أنا عادل المنتصر. يا جدع ما تصعبهاش علينا بقى. يخرب بيت اللي زعلك يا اسطى، فيه ايه كل ده عشان قال لك انت عارف بتكلم مين؟ يا عم ما تخليش اعملها عليك بقى، على الله حكايتك. ايه ده؟ ده خد وش الراجل سكرين شوت. على الله حكايتك يا عوضي، تكسب معانا.